بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، مع الصفحة قبل الأخيرة من سورة البقرة، صفحة رقم 48، وهي آية الدين، أطول آية في القرآن. بداية معان الكلمات، قوله تبارك وتعالى: ولا يأبى، لا يمتنع، وليملل، ليملي، ويكر، يبخس، ينقص، سفيها، محجورا عليه لتبذيره، ضعيفا كالصغير والمجنون، تسأم، تملوا، وأقوم للشهادة، أعظم عونا على إقامة الشهادة. الوقفات التدبرية. السؤال الأول: لما أمر الله تبارك وتعالى بالكتابة في الدين ونحوه من المعاملات؟ قال القرطبي رحمه الله: الأمر بالكتب ندب إلى حفظ الأموال وإزالة الريب، وإذا كان الغريم تقيا، يعني الإنسان اللي هو عليه الدين، وإذا كان الغريم تقيا فما يضره الكتاب، يعني لا يخاف من ذلك. ثانيا: لماذا أمر الشرع بكتابة الديون؟ قال السعدي رحمه الله: الأمر بكتابة جميع عقود المداينات لشدة الحاجة إلى كتابتها، لأن بدون الكتابة يدخلها الغلط والنسيان والمنازعة، والمشاجرة شر عظيم. ثالثا: ما حكمة إباحة التداين في الإسلام؟ الحكمة من كده؟ قال ابن عاشور رحمه الله: والتداين من أعظم أسباب رواج المعاملات، لأن المقتدر على تنمية المال قد يعوزه المال، فيضطر إلى التداين ليظهر مواهبه في التجارة أو الصناعة أو الزراعة، ولأن المطرف، يعني الإنسان المطرف أو اللي معاه مال كثير أو يعيش، يعني عيشة المطرفين، ولأن المطرف قد ينضب المال من بين يديه، يعني المال ينتهي من بين يديه، يعني يصبح ليس معه مال وله قبل به بعد حين، فإذا لم يتداين اختل نظام ماله. رابعا: من الكاتب المعتبر في كتابة الديون؟ قال السعدي رحمه الله في قوله تعالى: وليكتب بينكم كاتب بالعدل. قال: أن يكون الكاتب عارفا بكتابة الوثائق وما يلزم فيها كل واحد منهما وما يحصل به التوثق، لأنه لا سبيل إلى العدل إلا بذلك. خامسا: ما المقصود بصفتي المروءة والعدالة؟ قال البغوي رحمه الله في قوله تعالى: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. قال: والعدالة شرط، وهي أن يكون الشاهد مجتنبا للكبائر غير مصر على الصغائر، والمروءة شرط، وهي ما يتصل بأداب النفس مما يعلم أن تاركه قليل الحياء، وهي حسن الهيئة والسيرة والعشرة والصناعة، فإن كان الرجل يظهر من نفسه شيء منها ما يستحي أمثاله من إظهاره في الأغلب، يعلم به قلة مروءته وترد شهادته. سادسا: كيف ينال العبد العلم من الله تعالى؟ قال القرطبي في قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال: وعد من الله تعالى بأن من اتقاه علمه، أن يجعل في قلبه نورا يفهم به ما يلقى إليه، وقد يجعل الله تبارك وتعالى في قلبه ابتداء فرقانا، أي فيصلا يفصل به بين الحق والباطل. سابعا: لماذا ختم الله تبارك وتعالى آيات هذه المعاملات بصفة العلم بعد الأمر بالتقوى؟ قال البقاعي رحمه الله في قوله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. قال: وختم، يعني الله سبحانه وتعالى، آيات هذه المعاملات بصفة العلم بعد الأمر بالتقوى، وختم آيات هذه المعاملات بصفة العلم بعد الأمر بالتقوى في غاية المناسبة لما يفعله المتعاملون من الحيل التي يجتلب كل منهم بها الحظ لنفسه، والترغيب في امتثال ما أمرهم به. التوجيهات: أولا، ضبط أحكام الأموال طريق لضبط أعمال القلوب، وضبط أعمال القلوب فيه صلاح الدين والدنيا. ثانيا، على من خصه الله تبارك وتعالى بنعمة يحتاج الناس إليها أن يبذلها لهم، فإن ذلك من شكره لله تبارك وتعالى على هذه النعمة.
ثالثا تقوى الله تبارك وتعالى هي السبب الأول للعلم، واتقوا الله ويعلمكم الله. العمل بالآيات، اللهم أعنا على العمل بما نعلم. أولا بادر اليوم بكتابة كل دين لك أو عليك لكي لا تضيع حقك وحق ورثتك أو حقوق الناس. ثانيا أقرض شخصا محتاجا مبلغا من المال واكتب ذلك. ثالثا حدد مهارة من الله بها عليك وعلمها غيرك شكرا لله تعالى، وليكتب بينكم كاتب بالعدل. والحمد لله رب العالمين.